والآن وقفة أخيرة وآخر أخبار الطقس. أخبار الطقس مع فاطمة خليل. لك فاطمة. شكرا هبة، شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة: العظمى 22، الصغرى 15، اسكندرية 21، 13، مطروح 20، 12، بورسعيد 22، 12، الإسماعيلية 23، 13، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 22، 12، العريش 23، 12، طابة 22، 14، شرم الشيخ 26، 17، الغردقة 26، 17، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26، 11، أسوان 27، 14، الوادي الجديد 25، 13، شلاتين 27، 19، حلايب 25، 20، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.